في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 31. منطقه البي دي دي هالمنطقه الرقميه في بيروت اللي بعدها لحديت هلا صامده وعم بتقدم شباب وصبايا اللي عم بيقدموا افكار مبتكره لستارت ابس تساهم باقتصاد هذا البلد. خلونا ننزل نشوف جديدهم. أعزائنا، أولى باتش ستارتابات الآي بارك معنا أوتسيد لمؤسسة رامي شيحة. رامي كيفك؟ ماشي الحال. What is أوتسيد؟ أوتسيد هي تريننج معلم نحن ديفلوبرز يصيروا بيعرفوا بالآي تي أكسبرت تريننج ماتيريال، بيرجعوا بعدين هن يصيروا ليد بنقدر نساعدهم يتوظفوا ويحصلوا على معاشات أعلى. شو يعني الهدف الأساسي هو التعليم الكودينج ولا تلاقي لهم وظائف؟ هلا هو نحن هلا بلشنا شفنا ماركت نيد، شفنا انه اكثر شيء عايزين هن الكريبتو والبلوك تشين ديفلوبمنت، فبلشنا بهذا الموضوع. واول شيء تنعرف العالم اكثر على الكريبتو، اعطينا كريبتو تريننج للببليك، وفي عنا بلوك تشين تريننج حينعطى ليتر اون بعد شهر من هلا. هلا الكريبتو حالته حالي هلا، بس يعني هو بينزل بيرجع بيطلع بالاخير، يعني هو احسن مرحله تستثمر فيه هو هلا. يعني هلا ما بدي اعمل ديبيت على الكريبتو، بس انه انا بشوف الكريبتو ما بشوفه كثير له بنفيت على المدى الطويل، بس بشوف انه البلوك تشين هي اكثر شيء تكنولوجي بتقدر تفيد البلد، تفيد كل شيء العالم. يعني ما هي البلوك تشين هلا عم يستعملوها بكل شيء، ترانسبورتيشن وكل شيء، حتى بالدولة كل شيء، سيكوريتي وديسنترلايزيشن عم نستعمل بلوك تشين بدل ما يستعملوا داتابيز ويستعملوا فرد محل يكون سنترلايزد. فهي ككريبتو ولا كنبس بلوك تشين، نحن اصلا الديفلوبرز عم نعطيهم بلوك تشين، يعني وين ما كان بيقدروا يتوظفوا بالتريننج التكنولوجي الاساسي. بس التريندينج اكثر شيء هو الكريبتو. هلا الكريبتو نازل بيرجع بيطلع بيرجع بينزل، انه هذا هو. NFT كمان بقلب التريننج، حتى بالانترودكشن عندنا كريبتو كرنسي 101 كمان بقلبه عم نعلم الجنرال بابليك شو هن الكريبتو وشو هو NFT. اوكي. ففي كثير عالم بيكون عندها اسئله مش عم تعرف شو هي، وكثير مفكرين انه بس المافيات بحطوا مصرياتها فيها، فبيعرفوا انه لا، ما مش مين ما كان في انه مافيات حط مصرياتها فيها، لانه بالنهايه المصاري تريسبل. ف اوكي، هلا خلينا نرجع لأوتسيد. انتوا عم تعملوا تريننج على بلوك تشين كريبتو NFT والى اخره. نحن اساسا بلبنان عندنا نقص بالديفلوبرز. مزبوط. يعني انتوا عم بتدربون تتكتروا الديفلوبرز ولا عم تاخذوا الديفلوبرز وتعلمون شيء جديد؟ هاي اول سؤال. ثانيا بعدين بدي فوت بالماركت، كيف عم توزعون بالسوق اللبناني؟ هلا هو نحن عم، اذا في واحد عنده اكسبيرينس كديفلوبمنت اكيد بناخده، بيكون عنده ادفانتج على غيره. اذا حدا جديد كمان في يتعلم من اول وجديد، يعني انه كيف تنكتب البلوك تشين غير عن كيف ما تنكتب الكود العادي. اكيد اذا انت عندك اكسبيرينس بالكود العادي بتقدر اكيد تقلع اسرع بالبلوك تشين
يعني ما تعطوا تريننج مثلا بتنقول ستاك ديفلوبر او شيء؟ لا، اللي عنده اياها اوريدي بياخذ ادفانتج على غيره بال يستوعب الماتيريال. يعني بده يكون اساسا هو ديفلوبر افضل يكون، بس اذا ما عنده الباك جراوند فينا نبلش معه من الصفر. طيب دربتهم وتعطون سيرتيفيكت ولا نعطيهم سيرتيفيكت؟ وهالسيرتيفيكت هي حتكون مثل NFT يعني نهوه نحن على الاكونت استعملوها بالسيرتيفيكت. ايه كسيرتيفيكت نحن حتكون هي محميه بالNFT، يعني ما في مين مكان يطلع هالسيرتيفيكت، بس اوتسيد فيها تطلعها. هي نقطه كثير حلوه. ايه فهيدي انه ما جديده، هي اول مره بسمع فيها. ما في حدا بعد مطبقها، حتى الشركات الكبيره بعد مش مطبقينه. وهو بيدفع حق الكورس، بيكون عم بيدفع حق الNFT، يعني بحق الكورس. السيرتيفيكت تبعه الدبلومه تبعه هي معمول محميه بالمحميه من NFT، ساعتها ما في حدا يقدر ياخذ محل او تسيد ويعطيك سيرتيفيكت ولا بيقدر يزوره ولا بيقدر. وهذا كمان نفس السيستم فينا نستعمله بعدين بالدوله اللبنانيه، نقدر نعطي مثلا بدل ما اروح على وزاره التعليم واخذ الشهادات، فيهم كله يصير على البلوك تشين كNFT، مصدقه او مصدقه او مصدقه دغري اونلاين. وهذه اذا كانت مصدقه او على اكونت مثلا للدوله اللبنانيه ما في حدا يزورها، لانه هيدي معموله من يعني على هذا الاكونت اللي هو تابع للدوله اللبنانيه، فما بتتزور. عم بتلاقيوا لهم انتم شغل ولا انه خلص نحن شغل؟ لا اكيد نحن، لانه اوتسورسينج هي اوتسورس وسكسيد، يعني نحن الهدف تبعنا انه نعمل اوتسورسينج. هلا حنبلش بالاول هايرينج، يعني حنكون عندنا بارتنرز بالسوق اللبنانيه مثل هن مثل ستارت ابس مثلنا، بس بالكريبتو اكثر، عايزين بلوك تشين ديفلوبرز لانه هلا كثير مطلوبين وكثير عم يدفعوا لهم غالي، يعني عم يدفعوا لهم بالالوفات وفريش يعني. فمشان هيك نحن كمان انه عم نشجع الديفلوبر يضل بلبنان مش يروح لبرا، في منهم من لبنان يروح على الاوفيس تبع الستارت اب ويبلش شغل، وعم بيقبض بنفس الوقت معاشات كثير عاليه من الاول. بتعملوه عن طريق بلاتفورم معينه؟ لا نحن مثل عم نكون عم نعمل مثل بارتنرشيب مع ستارت ابس مثلنا. فتنشوف يعني بالمبدا هيك. حتى ما عم تفكروا تعملوا تاي اب مع مثلا الناس مثل لينكدين او كذا، انه تلاقي لهم وظائف على البلاتفورمز الجوب سيكر تبعنا؟ لا، ما نحن الهدف تبعنا يضلوا بلبنان، يعني هدفنا انه من لبنان يكون لبنان منصه للفريلانس. يعني ايه مثل فريلانسينج، ياخذوا بروجكتس وكل شيء، بس كله من لبنان، ما بدنا اياهم يطلعوا لبرا. اتس ا جود ايديا. بس كيف حتكم شو؟ حنكم شو انه حيكون عم ياخذ الاكسبيرينس معنا. هلا بعد فتره اكيد يمكن هو يطرف، انه يمكن يفل، ما حنقصره، بس انه الاكسبيرينس حياخذها معنا، مش حيقدر ياخذها برا. يعني نحن حيكون عم نعطيه كذا بروجكت اللي هن انه جداد على الماركت، وبرا انه هيك واحد ما يكون عنده اكسبيرينس، ما يكون ما حدا بياخده ككريبتو ديفلوبر او كبلوك تشين ديفلوبر. فنحن بنكون عم نقدم له هيدي السيرفيس، انه عم نعطيه هالاوبورتونيتي يقدر يتوظف ويكون معاشه كثير عالي ومن لبنان. بحط حالي محل ديفلوبر، انا بدي استفيد. هلا كيف بتصل فيكم؟ كيف بلش؟ از ات ان اب؟ از ات ويب سايت؟ از ات كيف بلش معكم؟ نحن عندنا اللينكد ان ويب سايت اللي هو يعني نحن اسمنا اوتسيد على لينكد ان، وفي عندنا outseed.me اللي هي ويب سايت. هو كان اندر outseed.me .me بس هو اندر ديفلوبمنت. في يبعث رامي @outseed.me ايميل، بيقدر نقدر نحن نعطيه انفورميشن، بيقدر نعطيه انفورميشن امتى حنبلش بلوك تشين ديفلوبمنت، لانه ديفلوبر كورسز، لانه نحن بلشنا بالكريبتو كرنسي ان جنرال للعامل، وخاصه انه هو كبريكويزيت للبلوك تشين ديفلوبر انه يبلش، لانه يفهم شو معمول قبل تقدر يبلش بالكريبتو، يعني تقدر يبلش بالبلوك تشين ديفلوبمنت كورسز، بيعرف شو صاير قبل. فنحن نخبره على الهيستوري كلها، كيف بلشت البيتكوين وليش ليش ليش نجحت البيتكوين وغيرها فشل، وشو الماركتنج ستراتيجيز اللي عم يستعملوهم هلا حاليا، وليش في كثير سكامز مثلا باينانس فند بلبنان 300 مليون دولار، هودي كانوا فيهم يكونوا عم يستثمروا بحيلا مشروع بحيلا ستارت اب بلبنان، بدل ما يروحوا على واحد نصاب ياخذ لهم مصرياتهم. فهي كلها نحن عم نجرب ننشر التوعيه كمان، ما العالم توقع بهيك قصص من مره ثانيه. حتى في كثير بونزي سكيمز على الكريبتو. كم بدي اقول لك عن البونزي سكيمز؟ في كثير بونزي سكيمز على الكريبتو، ففي انا كمان خبرهم ليش بونزي سكيم، وليش كيف نفوت فيها وكيف نطلع منها. حتى في اذا بده يفوت فيها يفوت فيها بس في يطلع منها قبل ما تفرط، يعني في اذا هو بحب ياخذ ريسك. هيدي النقطه هلا يعني شوي خرجنا عن اوتسيد كستارت اب، بس صح. هيدي النقطه يلي يعني البنك المركزي مصرف لبنان والحاكم رياض سليمي كان دائما يقول ما تقربوا على الكريبتو كرنسي لانه منا مال مضمون. شو انت عم بتقدم او اوتسيد عم بتقدم تتقدر تطمن الناس انه لا
مش ككريبتو كورنسي يمكن كبلوك تشين انه ممكن يكون لها مستقبل كتستخدم بالكورنسي. يعني شو هل نحن بنقدر نخلق عملة لبنانية بس ديجيتال؟ هي اكيد في تنخلق ديجيتال كورنسي لبنانية لانه هي محمية. مثل انت بيكون عندك كذا نود يعني كذا كمبيوتر او كذا سيرفر موزعين هون مكان، فاذا انت بدك تخرق البلوك تشين بدك تخرق كل النودات يعني او 51% من النودات بدك تخرق البلوك تشين، فهن كثير بيكونوا كثار. هلا اذا بتعمل على صعيد الدوله اللبنانيه وتخليها لوكال سنترلايزد بدك تخليها بطريقه انه تعمل نودات بس تكترهم شوي وتوزعهم على كل المناطق اللبنانيه، بس ساعتها هيك ما في انه اذا خرقت كذا كمبيوتر ببيروت بيكون عندك بطرابلس بيكون عندك بالبقاع صح، فما بتنخرق. يعني اكيد بنقدر نحمي الكارنسي تبعيتنا فيها بخصوص الهاكينج. هلا بخصوص كهي كعمله هو قديش انت بتعطيها تراست، مثل حي الله شيء مثل العمله الامريكانيه، بما انه العالم زي تراست الدولار عنده قيمه، اذا العالم بطلت زي تراست الدولار بيصير صفر يعني بيروح الدولار بيفرق، فنفس الشيء. وفي كذا شغله مثلا في عالم بيقولوا انه من وراء انه هي بيحطوا السرائين بيحطوا فيها مصرياتهم، ففي كذا عمليه بامريكا قدروا يعني بس يكون كبار العمليات بيقدروا يتعقبون، يعني الصغيره ما حيتعقبوها بس الكبار كله بيتعقب، والمصاري بالاحرى المصاري الكاش هي ما بتتعقب، المصاري الفريش هي اذا واحد عم بيعمل شيء ليجل او عم بيض اموال بالفريش اهين له ما تكون على الكريبتو، لانه ما بيكون عم بيستعمل ولا اكاونت ولا عم بيحطهم اونلاين ولا عم يسحبهم، فما في شيء ريكورد انه هو استعمل فريش ماني، فالفريش يعني عم بيروح من باكيت لباكيت ما حدا عم بيعرف كيف عم يتحرك. هونيك كل ترانزاكشن محفظه على البلوك تشين ومستحيل حدا يقدر يغيرها، يعني لا الهيستوري فيك تغيره ولا بتقدر تفوت بلوك جديد او شيء بلا ما يكون في مثل اتفاق بين كل الكمبيوترات الموجودين. رامي شيحة أوتسيد، بس برافو على فكرة تستخدم الدبلومة أو الشهادة بالNFT، هذه لازم تشتغل عليها مع وزارة التربية إن شاء الله، يعني بس يكون في شوية اعتراف بالبلوك تشين كبلوك تشين. هذه الأفكار اللبنانية اللي بحبها أنا. Thank you so much. Thank you لك. Thank you لوقتكم. أيضا من ستارت أب اي بارك اللي هن تابعين للأيوبي معنا أنور خداج ستودي كوفاوندر اوف ستودي. بس هاي كيفك؟ جود الحمد لله. كونسبت اوف ستودي، اوكي سو ستودي هي جوب شادوينج بلاتفورم، منصه بتساعد التلاميذ تو فايند ذير سوتابل كارير باث، وهالمنصه بتعملها عبر وي كونكت ذم مع البروفيشنالز ان اني فيلد، سو بيروح بيعملوا جوب شادوينج. جوب شادوينج معناها انه هيدا الستودنت بيروح لعند البروفيشنال بهيدا الفيلد اللي هو حابب يتعرف عنه او هو عنده الفضول انه يتعرف على هيدا الفيلد او الجوب، بيروح بيقعد عنده كذا يوم، يعني يوم او يومين بتكون ثيوريتيكال او براكتيكال حسب الجوب، وبيصير يعرف اذا هيدا التلميذ بحب يكفي بهيدا الجوب، يعني بحب يفوت على هيدا الميجر الخاص بالجوب او ما بحب هيدا الجوب ابدا. تنقول مثلا بدومين الماركتينج، اوكي شخص عنده خبره مثلا 20 سنه بدومين الماركتينج يس، وطالب جديد يا اما عم يدرس يا اما تخرج، بس انه في يكون هيك وهيك ما هيك yes. وبده يروح يشوف ياخذ شوي خبره على الارض بدومين الماركتينج، انتوا بتجمعوا هاتنين مع بعضهم بيقعد معه جمعه جمعتين او الفتره اللي ما بعرف قديش هي، هلا بتقلي شو بيعمل هو هي يس سو هيدي الفكره هون بتصير. خلينا ناخذها خلينا نشرحها على مجال اكزامبل، اوكي سو هون الفكره بتكون مثلا بهالحاله يكون اندر جراديويت ستودنت اوريدي مثل ما قلت عم يدرس ماركتينج او حيتخرج ماركتينج، فيه يروح يعمل جوب شادوينج وبتادي لانترنشيب وبصير ياخذ سيرتيفيكت اوف امبلويمنت بعدين. بس نحن التركيز الاكثر هو على الهاي سكول ستودنتس اللي هن بعدهم ما عم يكتشفوا الميجرز فرق آه بعد ما فاتوا حتى على الكوليدج، فنحن اول فيجن يدرسوا وبعدين يكتشفوا انه سو اور فيجن بدنا نخلق هيدي الكوميونتي انه الستودنتس هن كونفيدنت اباوت ذير جوب، لانه نحن رحنا على كذا مدرسه زرنا كذا مدرسه ولاحظنا انه في عدد هائل من الطلاب ما هن عارفين حتى شو هن بدهم يتخصصوا او ضايعين بين كذا ميجر او عم يسمعوا للاهل او عم يسمعوا لرفقاتهم، فنحن بدنا هيدا الشيء يطلع منهم، هيدا القرار يطلع منهم ويكونوا هن واثقين بهيدا القرار. فبهالحاله بيروحوا بيعملوا الجوب شادوينج، يعني بيروحوا عند الماركتينج بيرسون بنقول بهالاكزامبل، اول نهار مثلا بتكون اكثر ثيوريتيكال، يعني بيشوفوا بلكي دي اتند ميتينجز معه لهيدا الشخص، بيشوفوا هو كيف شغله، بيشوفوا الكومباني ورك بليس، بيتعرفوا اكثر انسايتس على الكومباني وعلى شغله وبيسالوا اسئله، بس بتكون اكثر ثيوريتيكال.
بيجي هيدا الشخص هيدا اول نهار خلص، ثاني نهار بفوت على شيء اسمه مثل براكتيكال، فبيصير يقدر يعطيه شوي تاسكس، بلكي ريسيرش، بلكي اي احسن ديزاين، اي احسن كلر هلا ترندينج، او شو الترند هلا. فبيصير لانه ماركتينج عم نحكي، فبيصير بهالحاله الستودنت بيتعرف شوي على الجوب، بيصير يعرف يقتنع هيدا الستودنت. هيدا الشيء ما بيحبه ابدا، ببطل بيترك بعد هيدا التو دايز. واذا كثير بيحبه ولقى انه هيدا البروفيشنال لقى فيه بوتنشل ولقى فيه باشن، بيصير يحكي معه، بلكي بيوصله لمايكرو انترنشيب او ايفن انترنشيب كرمال يقدر ياخذ هيدا السيرتيفيكت. سو بيقدر واحد مثلا ياخذ مرتين معكم، مثلا راح عمل بالماركتينج لقى انه ما عجبته، يس بيقدر ينتقل على تنقول اركيتكتشر. اكزاكتلي هيدا الهدف، يعني احنا ما بدنا يا يلتزم بمثل انترنشيب او بكونتراكت يضله بالشغل لفتره طويله وهو ما اوريدي ما حاببه. يس. طب هون انت لما عم بتقول لي انه قبل ما يبلشوا اختصاص جامعه، يعني عم تحكي عن شباب وصبايا بسن يمكن من بين 16 و 18، يس عم تحكي بعدهم بالمدرسه، يس. هاو دو يو ريتش ذم، كيف توصل لهم؟ يس نحن هلا على ستودي، يس نحن هلا عم نعمل مثل ريزنج اويرنس اكثر، عم نروح على مدارس، في كثير مدارس عم تتقبل هالفكره، فعم نروح نعمل عندهم مثل اورينتيشن سيشن، نعرفهم عن ستودي، نعرفهم انه كيف فيهم يلاقوا، اعطيناهم مثل فريم ورك كيف يلاقوا ميجر سيرتن ميجر هن بحبوه. بس نحن بخلال انه عرفناهم على اهميه الجوب شادوينج، كيف عم تتطبق وكيف لازم تتطبق كرمال يقدروا يعرفوا. ولاحظنا انه اوريدي عاملين سيرفي، حكينا مع كذا ستودنتس انديفيديولي وبالمدارس، صار عندنا اكثر من 100 ستودنت انترستد، وحتى حطوا لنا الجوبز اللي بدهم اياهم. ولاحظنا انه كمان الجوبز كثير في ديفرنس، يعني كثير في فرق وفي كذا توب فيلد. ولاحظنا انه الستودنت عم بيطلب اكثر من وان جوب، لانه هون بدل انه هو هيدا الستودنت فعلا ضايع عن الجوب. اوكي. طب انور، هون انتو كستودي كيف تعملوا مصاري؟ يس. يعني عم تحكي عن شخص عم بيروح يتعلم شيء، وعم تحكي عن واحد عم بيحط من وقته تيعلم او يدرب هالتينيجرز، فيني اقول لانه بعدهم تينيجرز. يس. نحن البزنس موديل ركز على الايديا انه نحن حندفع للستودنتس سمول في، فبهيدا السمول في بيقدروا تو شادو ا سيرتن جوب، ونحن من البروفيشنال ما حنكون عم ندفع شيء للبروفيشنال. فهيك البزنس موديل بيست. وحنعمل كمان مثل سبسكريبشن موديل بيسمح للستودنتس تو جيت ا ديسكاونتد برايس ات ا هاير نمبر اوف سيرتن جوبز شادوينج، هيك بيسمح للستودنتس اللي فعلا ضايعين يقدروا ياخذوا هيدا المساحه 5 ل 6 ل ايفن 10 جوبز. تقريبا قد ايه؟ لانه عم تحكي عن تينيجرز هون. نحن بلشنا عملنا مثل ان سمول انترفيو على سمول سكيل، حكينا مع كذا ستودنت، شفنا الويلنجنس تو باي، لاحظنا انه فينا تو برايس ات $40 to $70 بيست اون ذا جوب. اكيد يعني ديفرنت جوبز يمكن يتطلبوا ديفرنت. قد ايه الفتره اللي انا يلي التينيجر بده يفوت فيها؟ حتكون هي 2 دايز، واذا حسوا انه في بوتنشل فينا يمدوها اكثر لتصير مثل ان انترنشيب. وهيدي ال $40 to $70 يعني يمكن بهالوضع يمكن اكثر حصه شوي عالي، بس اذا بنفكر فيها هي عم بتسيفز يو كل الماني اوريدي حتوفر عليه البل يونيفرسيتي هالثلاث سنين او الاربع سنين اللي عم بتفوت على الجامعه باختصاص يمكن انت ما انك حابه او ما انك معرف عليه مزبوط او ما انك واثق انه انت حدا تكمل فيه. هي صارت معي بيناتنا، يعني بلشت هندسه بعدين قلبت على ماركتينج. يعني يا ريت كان في ستودي على يس اكزاكتلي. فهيدي ات ويل سيف يو ا لوت اوف تايم، وعن جد ات ويل سيف اول ستودنتس والبيرنتس طبعا ا لوت اوف ماني اند تايم. صح. انور خداج كو فاوندر اوف ستودي، ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لك. بأخبارنا لليلة، كلنا سامعين عن سيارة أبل، صلنا 3-4 سنين نسمع أنه آيكار وسيارة أبل، بس بعد لحديث هلأ ما شفنا شيء منها ولا في أي خبر مؤكد عن موعد إطلاق هذه السيارة. ولكن شركة زيومي الصينية صانع الموبايل قرروا هن كمان كصانع موبايلات أنه يدخل بسوق السيارات الكهربائية، وشهر الجاي إن شاء الله لح يعلنوا وحيفرجونا أول بروتوتايب من سيارة من شركة زيومي الصينية اللي حيبدأ إنتاجها ب 2024، يعني من هلأ لوقتها في تقريباً سنة ونص سنتين لح يقدروا يعملوا تجارب عليها، بس لح يعملوا أنفيلينج ولح يفرجونا عليها للسيارة لحين موعد إطلاقها. إذا قدروا يسبقوا أبل هذا بيكون إنجاز. الشركات الصينية عم تنتج سيارات كهربية، هلأ في 4 أو 5 شركات صاروا عم بينافسوا جدياً على المستوى العالمي بسيارات الكهربائية. هيدا الشيء طبيعي لأنه أبل بدهم ينزلوا، هني عم بيحاولوا يسبقوا أبل، واثنين
اصلا هن عندهم شركه زاومي عندهم سكوتر كهربائي، يعني صانع موبايلات عامل سكوتر كهربائي بس هلا قرر ينتقل الى السيارات. اعلن البرلمان الهولندي انه صادق على قانون جديد بيسمح للموظفين انهم يشتغلوا من بيتهم. كلنا بنعرف ازمه كورونا لما بلشت باوائل 2020 كثير من الشركات قالوا لموظفينهم انهم يشتغلوا من بيوتهم عبر زوم، ولكن هالشيء هلا من بعد ما خلص الكورونا بلشوا الناس يرجعوا على اشغالهم، في ناس بعدهم عم يشتغلوا ريموتلي، حتى في شركات لغيوا مكاتبهم وصاروا بس يشتغلوا موظفينهم ريموتلي. ولكن ما هي الحقوق للموظف اللي بيقدر بيشتغل من بيته؟ حاليا كان الموظف لما يجي يقول له لصاحب العمل يقول له انا بدي اشتغل من البيت وانا فيني اشتغل من البيت، صاحب العمل له حق يقول لا بدك تجي على المكتب والا ما بتقبض معاش الى اخره، يعني الطريقه التقليديه. البرلمان الهولندي صادق على قانون انه يحق للموظف انه يشتغل من بيته. صاحب العمل له حق يرفض ولكن بده يعطي السبب ليش رفض صاحب العمل. سابقا كان بيقدر يرفض من دون ما يعطي سبب. وايضا مثل هولندا ايرلندا هلا كمان عم بتحضر لمشروع قانون كمان يعملوا نفس القانون، بعد ما الارجنتين، انغولا بافريقيا، سلوفاكيا وتشيلي كمان عملوا قوانين اللي هي اصلا كان عندهم قوانين بس كانت قوانين معموله للتيلي ماركتينج او التيلي اوبريتور اللي بيستعمل اللي بيحكوا على التليفون للتاك سبورت والى اخره، هدول كان عندهم حقوق محفوظه، هلا عملوا اكستنشن للناس انه تشتغل من بيتها وفقا لهذه القوانين. فمثل ما نشوف انه كورونا مش بس غيرنا حياتنا بس كمان ايضا خلينا انه نغير قوانين بحياتنا العمليه. الهواتف الذكيه المطروحه بالسوق اليوم اعلى مستوى من دقه الكاميرات هي 108 ميجا بكسل، يعني بدات بشركه سامسونج مع الاس 22 الترا، بس اليوم صار في ريدمي، زيومي، موتورولا، فيفو كلهم نزلوا تليفونات عندها كاميرات 108 ميجا بكسل. فسامسونج اللي دائما بتحب تكون بالطليعه قالوا لا الوضع ما بقى بده، لازم دائما يكونوا هن بالطليعه، فهلا حاليا عم بيشتغلوا على تليفون الكاميرا تبعه بتكون 200 ميجا بكسل، يعني عاليه الجوده وبتكون متقدمه اكثر على منافسيها. رح يبلشوا التصنيع باواخر هيدي السنه وطبعا حيكون مطروح باوائل السنه الجايه. شركه تسلا عندها فيتشر بسياراتها انه واحد يقدر يلعب جيمز مثل بلاي ستيشن او غيرهم هو وقاعد بقلب السياره، خاصه اذا كان واحد على الان بعجله سير فبيقدر يتسلى ويقضي وقت شوي على الجيمز داخل السياره. شركه اودي حبت تاخذ الموضوع ابعد شوي وطرحت سيارة، ولكن طبعا هي بروتوتايب يعني بعدها منا متوفرة للبيع، هي بروتوتايب وبيقدر الواحد يلعب جيمز من الإضاءة الأمامية للسيارة، يعني بوقف سيارته قدام حيط إذا بدنا أو حيط كبير وبيقدر يعمل بالأضوية تبع السيارة بيعمل بروجكشن ويلعب جيمز مثل ما هلا حتشوفوا بالفيديو. وهذا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد، إلى اللقاء.